الحديث أيضا بشكل أكثر تفصيلا عن المسؤولين عن تشغيل هذا المجمع، مجمع المصانع الخاص بالرمال السوداء. نتعرف على حضرتك وفندم. مهندس عبد الله رمضان، مهندس تعديل، مسؤول عن تشغيل مصنع الفصل. مهندس عبد اللطيف نمر، مهندس تعديل، مهندس مسؤول عن تشغيل المصنع. الدور اللي حضرتك بتقوم بيه في مجمع الرمال السوداء الموجود في بلطيم بكفر الشيخ، يعني لو حضرتك تحدثنا عنه بشكل أكثر تفصيلا، أكيد في دور مهم لمهندس التعدين في هذا الإطار، يعني هذا الأمر كله يتعلق بعديد من المعادن والثروات التعدينية إن صح تسمية الرمال السوداء، يقول عنها أنها يعني الذهب الأسود التعديني أو المعدني التعديني يعني. فحضرتك حدثنا عنها بشكل أكثر تفصيلا. احنا بنبدأ هنا من أول استقبال الخامة من مصنع التركيز، بنبدأ عندنا نبدأ نشونها في منطقة التشوين، وتبدأ تدخل الأول على مصنع الإعداد وتجهيز الخامة للمصانع الأخرى، وبعد كده بنبدأ نركز أكتر على الخامة بتاعتنا وعلى المعادن بتاعتنا بشكل أصح. يعني عندنا 7 معادن بنبدأ نفصلهم عن بعض. نبدأ الأول نفصل معدن المغناطايت في مصنع الأول، مصنع الإعداد وتجهيز الخام للمصانع. بعد كده بندخل على سواء كان مصنع الروتايل أو الإلمنايت أو الزيركون أو المونازايت، كل خامة منها لها قيمة اقتصادية كبيرة. وبحب أنوه لحاجة عظيمة جدا، إن المصنع بتاعنا هنا صديق للبيئة، لا يتم استخدام أي مواد كيميائية في عمليات الفصل، بل يتم الفصل بواسطة الخواص الطبيعية للمعادن زي الخواص المغناطيسية أو الخواص الكهربية أو الوزن النوعي للمعدن، ولا يتم استخدام أي مواد كيميائية في عمليات الفصل. فالمصنع هنا صديق للبيئة، خاصة يعني المعادن بتاعتنا معادن اقتصادية، وكما يتم يطلق عليها الذهب الأسود. يعني عندنا هنا معادن اقتصادية جدا زي معدن الروتايل مثلا، أو معدن المونايت، أو معدن الروتايل، أو معدن المغناطايت، معدن المونازايت، خامات اقتصادية وثمينة جدا، إن شاء الله تفيد البلد جدا، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح، وإن شاء الله نبدأ ننشئ مصانع أخرى. والمشروع ده يعني يهتم يعني وفر فرص كبيرة جدا لأبناء كفر الشيخ يعني وجمهورية مصر العربية بأجمعها، وان شاء الله يكون فتحه خير على البلد كلها ان شاء الله. باشمهندس عبد اللطيف، يعني حضرتك مسؤول عن منطقه التشوين للركاز او الركاز والخامات، وسائل او عوامل الامان، وسائل او عوامل الامان اللي حضراتكم بتتعاملوا بيها في هذا الاطار، ولو تحدثنا بشكل اكثر تفصيلا عن هذا الموضوع. اولا هنا وسائل الامان بتبقى عاليه جدا، ما فيش حاجة بتتشون أو بتتخزن أو تتعمل لها أي حاجة غير ما يكون في الوسائل، الراجل بتاع السيفتي اللي موجود هنا معنا في الموقع بيكون متابع كل الوسائل الموجودة، وأنا بدوري بساعده إن هو بنفذ التعليمات اللي بتتوجه لنا في الموضوع ده. وحتى بيبقى في لو لا قدر الله حصل أي حاجة بيبقى في إسعافات أولية سريعة واستجابة سريعة لأي موقف بيحصل. بشكر حضرتك يا فندم وألف مبروك.